للحرب إذا تمزقت اليمن إلى دويلات تديرها الميليشيات التابعة لإيران والسعودية والإمارات. أمام الحاضرين هنا وقفت الناشطة اليمنية والحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان لتقول في مؤتمر عنوانه يمن ما بعد الحرب رؤية استشرافية أنه من المهم تحديد نهاية للحرب ومن ثم البدء بخوض تحديات ما بعدها حتى لا يتفاجأ الجميع باتفاقات يفرضها من عبثوا باليمن ترتدي رداء السلام ولا تحقق إلا مصالح أمراء الحرب. بقاء الوصاية هو إعلان حرب مستدام على اليمن. بقاء الميليشيات دويلات داخل الدولة هو حرب وبقاء للحرب واستمرار لها. الحرب تنتهي بعودة اليمن لا بتمزيقها. نائب رئيس العلاقات الخارجية بحزب العدالة والتنمية التركي توبا أرغان قالت أنه من الضروري تخفيف حدة المعاناة الإنسانية لليمنيين، كما أكدت دعم تركيا لوحدة اليمن وسيادته. أن أهم ما يمكن أن نحدده في صراع اليمن هو المشكلة الإنسانية. يمكن أن نقول أن اليمن يواجه أكبر مجاعة في التاريخ الحديث، وهذا بسبب المجاعة والمرض والحرب، وتركيا قامت بكل الجهود الممكنة لمساعدة اليمنيين في هذه الأزمة. ما نال اليمن من القتل والخراب والدمار يفرض النظر في مسألة ما بعد الحرب، لهذا أقيم هذا المؤتمر بجلساته النقاشية ليركز على السيناريوهات المحتملة لنهاية الحرب في اليمن ومستقبل النفوذ الإقليمي والدولي في يمن ما بعد الحرب، بالإضافة إلى أولويات ما بعد الحرب في البلد المفكك المليء بالدويلات والميليشيات، خصوصا وأن الحل ليس مستحيلا رغم انتقال اليمن إلى المرحلة الثانية من الحرب وهي مرحلة الفوضى. احنا الآن في مرحلة ما بعد الحرب، انتهت الحرب باعتبار بمعناها الاستراتيجي وتحولنا إلى ما يمكن تسميته بفوضى الحروب. لدينا سلسلة معقدة من الحروب الصغيرة، وفي هذه اللحظة عندما تنتقل أمة من مرحلة حرب إلى فكة حروب أو إلى صراع الحروب أو إلى ما يمكن تسميته بالأفترماث ما بعد الطوفان، هنا يستدعي الأمر تدخل سياسي، معالجة سياسية برعاية دولية. المتواجدون في هذه القاعة كانوا يتشاركون أحياناً ويختلفون أحايين أخرى في تحديد الخطوات والرؤى المناسبة للوصول ليمن ما بعد الحرب. تساءل البعض منهم رغم كل هذه المآسي التي تعيشها اليمن، هل هناك نهاية لها، خاصة بعد تحول اليمن إلى ساحة حرب مفتوحة؟ 5 سنوات من الحرب في اليمن، هل حان الوقت للتفكير بنهاية لها؟ هذا ما يحاول القائمون على هذا المؤتمر التوصل له ووضع رؤية ليمني ما بعد الحرب. ويا ملك حلي، قناة بلقيس، اسطنبول.